مع تحرك الحكومة اللبنانية لزيادة التعريفات الجمركية على السلع المستوردة بنحو 10 أمثال في دولة تستورد أكثر من 80% مما تستهلكه بما يشمل قطع الغيار التي تحتاجها، باتت كثير من المهن عبئا على أصحابها، فما بين قدرتهم على توفير أساسيات المواد الخام أو قطع غيار السيارات وبين تقديم خدماتهم بأسعار ملائمة للمواطنين ممن يعانون ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة. من المعروف إذا بتريد قصرت لنا 4 دولي. أنا هلا دولي رايحين شايفها جايبين. أنا وقت اللي بتشتي هلا بعتر هام بتزحط السيارة. قدي حقهم؟ الصيني حقهم 200 دولار. طيب 200 دولار طيب شو فيها تاكسي؟ من وين بدي يجيبها؟ وبحسب مسؤولين فإن رفع المعدل الذي يتم على أساسه احتساب الرسوم الجمركية سيعزز إيرادات الدولة، وهو خطوة للأمام صوب توحيد أسعار الصرف المتباينة. وهذا الأمر من بين الشروط المسبقة التي حددها صندوق النقد الدولي في أبريل للبنان ليتمكن من الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، لكن الصندوق يقول إن تنفيذ الإصلاحات يتم ببطء شديد. أول شيء الغلط اللي صار وأنا كنت ضده إنه كنا نعلن عن هذا الموضوع قبل بوقت. هيدي أشياء government decisions very economic بتعمل impact على السوق، تعطي indicators للشركات، ما فيك تجي تعملها أول شيء قبل ما تكون آخذ definitive decision فيها. تاني شيء لما أعلنت عنا أنت من 3 أشهر مثل كأنك أنت عم تروح تقول للي ما بده يشتغل مزبوط بالسوق روح لاقي طريقة تو بنفت. وقالت وزارة المالية إن الإيرادات التي تم جمعها في الأيام 15 التالية لدخول القرار حيز التنفيذ أظهرت ما وصفته بأنه فارق ضخم.